بعد التراث بسم الله الشعو السونار. اهلا بكم في جامعة بابل. اهلا بكم في جامعة كركوك قسم التاريخ. اهلا بكم في من كوكب الارض اهوار تشبايش. اهلا بكم. هاي يا ولد ها يا ولد انتوا وياي ترى جايين من كوكب الارض حرس علاوي. اهلا بكم في البشير كوكب الارض فارما موصل. اهلا بكم في سوق سوق الليلة جمعة. كوكب الارض مدينة الرمادي الى جمهورية البشير سفينة ستار اكس. اهلا بكم في سوق سوق الليلة جمعة. كوكب الارض الجزيرة الصناعية بغداد. اهلا وسهلا بكم في البشير سوق سوق الليلة جمعة. سوق سوق الليلة جمعة. من كوكب الارض ديار مارتي. اهلا بكم في البشير شو. جامعة الموصل كلية الهندسة الميكانيكية. اهلا بكم في سوق سوق الليلة جمعة. سوق سوق الليلة جمعة. سوق سوق الليلة جمعة. من كوكب الارض من اثار بابل الى كوكب زحل. اهلا بكم في البشير شو. من فلكة الطابقين واحلى البشير شو. من كوكب الارض الى سفينة الفضاء. اهلا بكم في من كوكب الارض الجزيرة السياحية. اهلا بكم من مستشفى الفلوجة التعليمي قسم الاستشاريات. اهلا بكم في بشير شو. من كلية الفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي. اهلا بكم بالبشير شو. كوكب الارض من الموصل جروب الطاقة الشمسية. اهلا بكم في بالبشير شو. من الحدود العراقية الايرانية. اهلا بكم في بالبشير شو. من كلية الحدباء اهلا بكم في البشير شو. من كوكب الارض جزيرة بغداد. اهلا بكم في سوق سوق الليلة جمعة. من كوكب الارض من كوكب الفضاء. اهلا بكم من عيون حجلان في حديثة كادر اعدادية تراوى الصناعية. اهلا بكم في البشير كوكب الارض. مساء الخير. لأني إنسان حساس، فالحساس دائماً أكو شغلات تتفرح بسرعة وتغثى بسرعة. لذلك استحدثت فقرة جديدة تطلع لكم عشوائياً خلال بث السفينة اللي يجيكم كل جمعة الساعة 9 على قناة دي دبليو عربية، وتلقون أيضاً بثنا على منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي هنا. هذه الفقرة هي غثة في قلبي. غثة في قلبي وغير هذا القاعد قدامي هنا غيرها. غثة في قلبي هاي الفقرة عبارة عن تسليط الضوء على غثة صغيرة داخل حدث غثيث كبير. الحدث هو أزمة صعود الدولار، هذا غث بس موضوع كبير. اللي غثني آني هو أنت كمواطن بسيط راتبك 600,000 دينار أي ما يعادل 400 دولار، 4 ورقات فقط، تقعد تتفرج على الأخبار وتشوف تقارير عن صعود الدولار وهل راح تتأثر ثروتك الشهرية لو لا. وبنص هذه التقارير يطلعوا لك جامخانات محلات الصيرفة وما تحمله من بلوكات مرصوصة. هنا أنت راح تطب الحائط، صوت المذيع يبدي يروح، الإضاءة تخفت، وتقوم مشوف قدامك بس الشدات المرصوصة، ناس فوق ناس تبدي تشوفهن، جكسارة، برج ببوابة العراق، حاتة طويلة، مشروع زواج يعني هم برج. وهنا الشغلة اللي تغث،
ليش حاطين الفلوس بالجامخانة أخي؟ هاي مو قنادر حتى تحطهم بجامخانة قدام الناس. راح يجي المواطن يعامل على الشدة؟ والله هاي الشدة لايق على بنطلوني بورقتين تبيع؟ شنو ذنب المتقاعد راتبه 150,000 دينار ويجي يريد يحكي ويا بالصيرفة لازم يلعب ياخذ تيلان من رشد ذات بيش هاي الورقة؟ لا منا بيش هاي الورقة. شنو الغرض من عرض البلوكات قدام خلق الله؟ حطهن جوا الميز بالقاصة او اذا محلك صغير اجر محل كبير راس مالك 5 ملايين دولار دا اشوفهن قدامي اجر محل او جيبهن يمي اضم لك اياهن بالسفينة. انا خو مكاني معروف بالفضاء، كم واحد موجود بالفضاء؟ هو بس اني وصواريخ اخويا وزميلي ايلون ماسك. عزيزي المواطن البشيري، اذا اكو شغل غافتك داخل حدث كبير دزلنا مغثتك واحنا نناقش مغثتك ونغف الناس وياك وننغث وياك جميعا ان شاء الله، بس رجاءا مو دزلنا الحدث الغثيث نفسه، يعني ازمه مي كهرباء ماكو، لا دزلنا حب الرقي داخل الحدث. اكتبوا لنا بالتعليقات على البوست اللي راح ينزل بخصوص غثه في قلبي. خلصت الفقره، شكرا جزيلا. يا الله يا الله. السيد البي ام محمد الشيعة السوداني سوى 3 شغلات الاسبوع الفات انا شفتهم مهمه. الاولى افتتح مبادره رياده للتنميه والتشغيل المعنيه بدعم فئات الطلبه والشباب. هذا المشروع يقدر يقدم عليه صاحب المشروع الصغير ويدخل به 5 مراحل. المرحله الاولى تسجل، المرحله الثانيه اختاروك وفق كفاءتك في مجالك اللي تشتغل به طبعا ما بواسطات على الاي اي. المرحلة الثالثة تدخل دورة تدريبية على الموضوع، المرحلة الرابعة تقدم على التمويل، المرحلة الخامسة تاخذ التمويل وبدون ضمانات وتبلش تشتغل. واني اي شيء يدعم القطاع الخاص ويطور الشباب وقدراتهم ويوفر لهم شغل شريف بعيد عن القطاع الحكومي اني اوقف وياه. هذا اللينك جوا للتسجيل، ولان كل شيء عن طريق الابلكيشن سووه وقولوا لنا ايش راح يصير وياكم حتى نبقى نراقب هاي المبادرة. فهي جيدة نحط مراقب لو مو مراقب؟ مراقب. الشغلة الثانية اللي سواها سيد محمد الشيع هو افتتح نافذة الجواز الإلكتروني ويقدر أي مواطن يقدم عليها ويحصل الجواز خلال 24 ساعة مثل ما هو قال. بس يعني حاول تتأكد من السيرفر يشتغل أول شيء والبنج عالي لو لا قبل لا تقدم. هذا الإنجاز ما ينحسب للسوداني يعني بزمن حكومة الطوارئ السابقة، بس مشكورا يعني وقع السيرفر. شغلة ثالثة المهمة واللي كنا ننتظرها، أمر مستر بي أم بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2023 بإضافة 0.5 كيلو نشا، 1 كيلو شعرية، 5 كيلو طحين صفر، وطبقة بيض مائدة. دقيقة لا تطبخون، دقيقة لا تسجل، هاي مو مقادر ما تطبخ، اصبر هذا خبر. هذين كلهن أضافن لكل سلة غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك. صفقة كبيرة للشعرية للنشا للبي ام. دولتك دا تغرقنا، تغرق بالكربوهيدرات وبيض المائدة. وما أعرف منهم قنعك البروتين موجود بس بالبيض. ترى اللحم بيه بروتين كابتن. زين شعريه ونشا وطحين وبيض، القالب عليه من؟ تحط لها شكر تنسويها حلاوه شعريه. شلوني دولتك هاني؟ سمعت كلامك مني تقول يجب على وسائل الاعلام ان تنظر للامور الايجابيه بالبلد، مو بس يركزون على النشا والسيرفر الواقع. هو بالايجابيات عتوي مال ايجابيات. ولهذا راح نفرح اليوم كنا بهاي المناسبه الشعريه السعيده. شعريه لو شعريه؟ شعريه. بهذه المناسبة الشعرية السعيدة اللي بيها 0.5 كيلو نشا ونروح نشوف أشياء إيجابية خفيفة لطيفة وحلوة. وين نلقاهن؟ بالبرامج الصباحية الحلوة المهمة. صباح الخير. يسعد صباحكم وأهلا بكم. طبعا كنا بحياتنا تعرضنا لمواقف خلتنا نتفنن بالإسعافات الأولية والعدة اللي موجودة بالمنزل طبعا، ولازم يكون حريصين أنه إذا كان الشخص اللي قدامنا تعرض لهذا جرح شلون إحنا ناخذ الإجراءات الصحيحة. وبستطلع لنا اليوم ويا غادة سألنا الشارع العراقي شلون تتصرف في حال تعرضت أنت أو أحد المقربين منك إلى جرح عميق، وشلون قدرت أنه تتخذ الإجراءات الأولية. أنا جاهز وجبت وياي عدة الإسعافات الأولية في حالة تعرضت لجرح عميق بهذا البرد. شريط كريم منصور، تغطيت الليلة وبعدني بردان، أو تغطيت وبعدني الليلة بردان يعني ما قوطية جاجيك، هنقل وين هاي بعد وحدة، علبة بابا غنوج، شوربة كسور، وسطلة تزوع بيها الكسور.
وتشوف لك نهر وتقعد على جرفة وتظل تجر إلى أن تجر الصخرة وخلي كفخك الهواء. هذا علاج الجروح العميقة أو هذا؟ لا سيدي، هي تقصد الجرح العميق. إيه هو هذا شنو؟ شلون إيش قلت؟ إيش قلت بالله؟ سيدي سين سين شو بالله أقوله أقوله؟ سيدي الغصون سوت لي أبديت. والله ما شاء الله. شو بالله أقول أبو سراوة خمس مرات؟ أبو سراوة أبو سراوة أبو سراوة. سيدي ذكر أبو سراوة، إحنا ده نحكي بالجرح العميق. إيه الجرح العميق صدق. إيه أوكي، هو أكو واحد مجروح أكثر مني بهذا الفضاء علي؟ هو أنا جرحي منك بعد ما طاب. سيدي في دور روح لك يا معود. الأخت المذيعة تقصد الجرح هذا اللي أبو القواه اللي طلع دم. لا عاد دم قلبي وين راح؟ ما ردتك جرح، ردتك دواية تصير. إذا تبقى جرح ما ريدك اعذرني. مع تحيات تسجيلات صوت الفن الشعب سوق شلال مقابل فلافل الأخوين. سيدي الأخت المذيعة تقصد الجرح هذا اللي مال وقعه مال بايسكل. اوكي اسف شوفني والله شوفني اسف. صباح الخير مشاهدينا الكرام، كلنا في الحياة ممكن نتعرض لعدة مواقف سيئة ومنها ممكن تسبب لنا جرح عميق بحياتنا ومستحيل ننساه، ويكون هذا الجرح هو من اقرب الناس لنا. فاليوم راح نسأل بعض الناس ونشوف هل صادفهم هذا الشيء من قبل لو لا. هاش قلنا على الجرح مال اقرب الناس. اللي يشربوا مجروح لازم يقيسه، مو يقعدوا يا الناس مثل الفطيسة. الجرح بالجلد يتقشمر بلفاف، بس جروح قلبي بيش اقشمرهن. سطله 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 سطله. مع تحيات تسجيلات صوت الفن الشعب سوق شلال مقابل فلافل الاخوين. زين المقدمه حكت على الجرح مال الاسعافات الاوليه، والمراسله طلعت بدها تحكي على جرح الاصدقاء، وانا طلعت بدي احكي على كريم منصور والسطله والشط. ماكو هيش خلل بالتواصل مع طبقات المجتمع، وخلل التواصل يخلق انعدام ثقة بين الناس ويحط الناس بإحراجات ويفشلهم قدام العالم. أنا سعيدة جدا في هذه الحكومة يعني، وأشعر بالأمان، أشعر بالحماية، يعني أشعر بالثقة. تعرفين أنه اليوم من أهم يعني صفات رئيس الوزراء أنه تكون عنده المصداقية الأخلاقية، هاي اللي تعتمد على معايير يعني معينة، أنه كيف يرسم قد تكون الخطط، كيف تكون عنده رؤية عميقة وفكر عميق بالبرامج، كيف يوزع نشا وشعرية وخمس كيلو طحين صفر. خوتي مثل السبرينج يا حكومة طفرتي منا طريوم 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 طريوم. أي حكومة تجي تشدي لها فخر عظيم إنه أنت تنتمي لها وراها تطلع. كملي العفو آسف قاطعتش. كيف يوزع مثلا الأدوار على الوزراء، هذه كلها تعرفين تخليني انه انا اشعر بفخر انه انا في هذه الحكومه الحاليه. يا وجعي الحكومه السابقه ستمنى كنت اتمنى انه تنتهي اليوم قبل غدا. ها هاي مو كانت وزيره بالحكومه السابقه؟ شو ياها اللي يروح يم سندس يتسندس علينا؟ كملي الحكومه السابقه ستمنى كنت اتمنى أنه تنتهي اليوم قبل غدا، لأن بالفترة الأخيرة صارت تحديات وانقسامات بالبلد كبيرة جدا. كنت جدا متخوفة أن أبقى في الحكومة السابقة. السيد الكاظمي أنا فقدت الثقة بي تحديدا، يعني حقيقة هو ما استقال الوزير السابق وزير الصحة دكتور حسن التنيني الله يذكره بالخير، يعني من خلي أسميها الغدر بي وإخراجه بهذه الصورة اللي كانت بشعة وما كان يستحقها. وقف دقيقة غصون دقيق وقف هنا. طلع ما مستقيل وزير الصحة السابق بزمن حكومة الكاظم اللي هو حسن التميمي، واللي استقال حسب وسائل الإعلام على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب، طلع مو هو المستقيل؟ مو أنا بوقتها مستغربت، قلت هو هم أكو وزير حس؟ هم زين حشيتينا والله كان ما حد يدري، الله يشهد، ولا هو الرجال يبدو كان لاطش بالمنصب. فأنت ضايجة ومقهورة ومنكسرة على واحد لاطش بالمنصب ورمت فحمة 90 واحد المستشفى ابن الخطيب بينهم أطفال. يعني حسن التميمي طلع ما مستقيل، طلع أقال الكاظمي، بس طلع قدام الإعلام قالوا مستقيل على مود كرامته، يعني طلع ما مقصروا يا رجال. فأنت مقهورة من وراء الغدر؟ زين هسه من فتنتي علي وفضحتي وطلع ما مستقيل، طلع مبطلي من الحكومة، هاي مو غدرة ثانية بي؟ لو مخليتها سكتها طلعت إيفان غادرو. كملي ويكيليكس هاي طلعت. كملي طبعا أنا أتمنى أنه يعني يسأل وزير الصحة دكتور حسن التميمي عن الاتفاق اللي كان بينهم وأثناء الجلسة
صار الاختلاف على دكتور حسن هو ما كان مذنب ابدا بالحادثه اللي حقيقه يعني حسبت عليه ابدا. بالعكس يعني دكتور حسن كان من الشخصيات النزيهه جدا ورجل ميداني، تشوفين دائما بالمستشفيات تليفونه يجاوب على ابسط الناس، بيته الى اخر لحظات هو في مدينه في المدينه ما غيرها. فبالتالي انا تحديدا بهذه الفتره انا فقدت الثقه بالسيد الكاظمي، فكنت يعني ما صار حزام ظهر خليني اقول للوزير. اي والله شلون ما صار حزام ظهر للوزير؟ الوزير اللي رئيس وزراءه ما يوقف له ب 200 600 شهيد يعتبر غدار بصراحه. فشكرا للسيد وزير الصحه السابق حسن التميمي لانه سوى مستشفيات من الواح الكابوند القابله للاشتعال واختاروها على مود الرخص والسرعه واللي هن احترقن وراحن من وراهن مئات الضحايا. شكرا إلى لأنه قعد ببيته وما طلع واستولى على بيت مثل بعض الميليشيات المسلحة اللي يصعدون وزراء. شكرا إلى لأنه طلع ما يريد يستقيل وقال الكاظمي خاوي. بس أنت ليش مقهور عليه؟ هو كان مدير عام مدينة الطب أو مدير عام مدينة الطب نفسها وصار وزير صحة، صارت من وراء إطلابه أقالوا غدرا وخيانة رجع مدير عام مدينة الطب. كملي كملي. يعني أنا كوزيرة لأول مرة يعني بحياتي يكون أكو تهديد مباشر، أكو يعني أكو بعض الممارسات الخاطئة كانت في حينها. أنا تواصلت مع التحالف الدولي بخصوص هذه الجزئية أنه ممنوع دخول أجهزة أمنية في داخل المخيم اللي تديره وزارة الهجرة أبدا ما نسمح. التحالف الدولي يعني مباشرة اتصل بالكاظمي أنه وزيرة الهجرة عندها تحفظ على هذه النقاط، فهو اتصل بي. كان دنيا ليل فقال لي إيفان أنت متحدثة بكذا كذا كذا مع هذه الجهات. قلت له من وصل لك يعني دولة رئيس؟ قال لي أنت تريدين تحرجيني أمام الأمريكان والتحالف الدولي؟ قال لي إيفان تعرفين أنا منو؟ أنا الكاظمي والله العظيم أذيك. أوف بنص العبارة؟ بنص العبارة. يعني أنا تعرفين تأثرت لأن إحنا شقد نسمع أكو عنوف ضد المرأة، مش قد نسمع انه المرأة اللي هي الضعيفة، وش قد نسمع انه المرأة تستغل، بس انه المرأة ووزيرة وتتهدد هاي تعرفين ما تقدرين تتكلمين. لا مستحيل يعني الله يعيننا احنا. انت شعليك؟ انت شعليك جدي؟ شعليك؟ انت من يمك جدي؟ يا عمر انت شعليك؟ الله يعيننا على شئت وزيرة انت من يمك؟ فمن هاي من هاي شعليك هاي سندس؟ السندسة واسطة ليفل الله يعينك من يمش بابا واخري إيفان واخري انت بابا ساعي شا من يخابرك غزوان ويقول لك سندس عود اطلعي بلقاء يقولي من افضل المرأة اقولي عود افضل المرأة ودوري حزام مظهور. ثانيا ست إيفان غادروا عيني يمكن هاي اول مرة تسمعيها من اول واحد تسمعيها من عنده واسمعيها من عندي. بصراحة الكاظمي من قال لك راح أذيك ففعلا كان يقدر يأذيك بالقانون. اسأليني شلون؟ لأنه أنت رحت تخابرتي ويا جهات أجنبية بدون علم رئيس الوزراء وبدون علم القائد العام للقوات المسلحة، فأنت تنطبق عليك أحكام المادة 167 بقانون 111 اللي طبقها على حسن صجمة بفقراتها الثلاثة اللي تقول يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو شركة أجنبية في شأن ما من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها. يعني لو أنت إيفان صجمة ما كان طبقوا عليك المادة، وفوقها تنطبق عليك بظرف مشدد لأنه حضرتك وزيرة. فبصراحة هو قصر وياك وخلاش تفقدين الثقة عنف ضد المرأة. هي ليش عبالك طفرت من السفارة الأمريكية مرة هاتلها قبل لا تروح للتحالف الدولي؟ شافت صورة مديرها ريان الكلداني حاطة إقامة المطلوبين. هذا مديري؟ أرباب؟ لا أروح للتحالف الدولي. يعني أنت فقدت الثقة بالكاظمي من وراء إقالة وزير الصحة السابق حسن التميمي اللي هي كانت بتاريخ 4/5/2021 مو؟ فاللي يفقد الثقة بواحد شو يسوي له؟ شكو شنو؟ فار سيدي فار شوفه شوفه. حطاني على مكانك. الوزير يطلعني؟ يعني والله اللي يريد يطلعني ويقدر يعني خليه يطلع ليش لا؟ ما حد يقدر. شوف في هذه المرحلة ب
بالذات وزيرة الهجرة هي مدعومة من سيد الرئيس الكاظمي. أنا الكاظمي والله العظيم أذيك. إحنا النساء في في حكومة الكاظمي خط أحمر. لأول مرة يعني بحياتي يكون أكو تهديد مباشر. مدعومات بشكل كبير وله ثقة كبيرة في عملنا. والله العظيم أذيك. أكيد هو دعم دولة الرئيس السيد مصطفى الكاظمي حيث كان مؤمن جدا بوجود المرأة في السلطة التنفيذية. لأول مرة يعني بحياتي يكون أكو تهديد مباشر. والله العظيم أذيك. كل الجروح الطيب بس جرح السياسي خابرني دعش ونص خلانا قاسي. مع تحيات تسجيلات صوت الفن الشعب سوق شلال مقابل فلافل الأخوين. سيد محمد الشياع والله دير بالك منها هاي والله العظيم جديات. بس تصير طقة تطلع ويا سندس دق علي خابرني بدعش هددني فقدت الثقة. ودير بالك تبطل دير بالك تبطل وزير قدامها وخصوصا أبو الصحة ترى صار بيها تروم تنشمر مثل جال مسخن. فصل زميلي ألو ألو. زين أنت لما هيك تخافين وتفقدين الثقة بسرعة وتخافين من التهديد والعنف ضد المرأة ما خفتي من دا تشتغلين عند ريان؟ ما تدرين من وريان صاحب ميليشيا بابليون يا حظي. ميليشيا مو مول بابليون ركزوا وياي. ما خابرتش بالدعش؟ ما فقدتي الثقة؟ لما نزل اسمه بقائمة العقوبات الأمريكية وعلى إرهاب ويقصقص أذانات مو عنف ضد المرأة والبشرية؟ لو خاف عبالك عمليات تجميل كانت دا يسوي الأذانات. هذا ريان يا إيفان قصاص الأذان. اسمعي اخاف تريدين تطلعين تبكين مره لخبط التلفزيون. ريان الكلداني على موقع قناه الحره التابعه للسفاره الامريكيه اللي رحت اشتكيت لها من الكاظم واللي نفسهم صدرين عليه عقوبات تم تصنيف ريان الكلداني ضمن القائمه ضمن قائمه العقوبات اثر تحميله المسؤوليه او التواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطيره لحقوق الانسان بشكل مباشر او غير مباشر. الكلداني هو قائد ميليشيا اللواء 50 في مايو 2018 جرى تداول شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية يظهر الكلداني وهو يقطع إذن محتجز مكبل اليدين. وقام اللواء 50 بنهب المنازل بانتظام في ناحية باتنايا التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي. وبحسب ما ورد في القرار استولى اللواء 50 على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة ويتم السكان المحليون هذه المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن. عفوا هذا مو تحرش ضد المرأة وعنف وتهديد فقدت الثقة. لو لا لو يعني لو لأن ما بيها وزير صحة. أكمل يعتبر اللواء 50 العائق الرئيسي أمام عودة النازحين إلى سهل نينوى حسب القرار. احزري وين صايرة سهل نينوى أمان تلا ما تحزرين. نفس هاي المنطقة اللي أنت طلعت الطالبين بإخراج قوات الحشد منها قبل ليسويك ريان وزير بحكومة الكاظمي. راية فار فار سيد. حقيقة من مطالبنا اليوم هو أنه انسحاب الحج الشعبي من مناطق سهل نينوى كون هذه المناطق تمتلك خصوصية خاصة من المكونات الأقلية اللي موجودة في العراق. شبيه الحشد ها؟ منو سواش وزيرة غير الحشد؟ كانوا يعيع وصاروا يم يم وكل شيء ولا تفقدين الثقة. فدوا أروح لك أخوان يا جماعة زملاء إيفان منا ورايح تطفون تليفوناتكم بثمانية. أي واحد يخابرها خلي ينزل من هذا يسجل مكالمات ترى ما تأمن سجل لها. ست إيفان عيني تابع ستار إكس كل يوم جمعة الساعة 9 على قناة دي دبليو عربية وإذا تحبين تابعي الساعة 11:30 بتوقيتك. حتى خاف عندك شوية ثقة بيه ومنا إلى أن يطيروش من الوزارة الله كريم. وما انه جبناها على الوزراء سفرنج اي صحيح من الثقبيه اي والله يعني انا هذا اللي كنت ضامه للعزيز فانا راح اطلق عليك هذا اللقب اللي انا كنت ضامه والله يعني ضامه للغالي اللي يستحق بس اطلق عليك لقب وهذا اول واحد راح تشرفين هذا البرنامج بي والعراق بي. انت راح تكونين اول سبرينج بتاريخ العراق. مبروك يا ست ايفان غادرو اول سبرينج بتاريخ العراق. سبرينج يعني ربيع يعني فصل الربيع فيعني بما انه خضار وجمال واحنا هسه بالسبرينج فانت سبرينج ان شاء الله. ومع انه جبناها على الوزراء التابعين للميليشيات فننتقل اعزائي المشاهدين معكم مباشره الى فقره الرمبه غسله الجمعه سابقا ويدشن هذه الفقره السيد وزير التعليم العالي نعيم العبودي. لحظه انا اسف دقيقه سيد الوزير احس بيك بعد خوفه يعني اسبوع هواية بيك شحن بالشاصي
شغلات ملزقة من الماضي، بق بشم سيرتك الوظيفية. فأنا أقول أستخدم وياك منتج جديد واصل محطتنا الفضائية، فراح أنقعك وأسبوع الأخ أصعدك أرام. واحتمال وراء الغسلة بولش وكلير مجاني هدية من المحط، وباكيت كلينس عطر أبو البلم على المراية ونبقى يعني انتظرني أسبوع الجاي لا بكره، ونبقى بالأجواء الإيجابية حيث شاهدنا جميعا الأسبوع الماضي صورة أمين عام الأمم المتحدة مع قيس وريان وبافل وآلة طلباني والآخرون. فحبينا نوضح لك شغلة أستاذ الأمين عام الأمم المتحدة، احنا يعني أنا ما عندي الجواب الكافي لأن العراقيين ساقوا عليكم هواية بالسوشيال ميديا، بس سويت شغلة مختلفة. رحت سألت برنامج الذكاء الصناعي التشات جي بي تي وقلت له لماذا علينا أن لا نلتقط صورة مع قيس الخزعلي؟ الجواب كان هو الآتي: قيس الخزعلي هو شخصية عامة مثيرة للجدل، ويتم اتهامه بالعديد من الأفعال العنيفة والإرهابية، وقد ينظر البعض إلى التقاط صورة معه كتأييد أو دعم له ولآرائه، وهذا يمكن أن يؤثر على سمعة الشخص والمجتمع الذي ينتمي إليه. فأنا على مود سمعتك والله، فهذا الأي آي حكي والله مو أنا ولا أن أي علاقة بالموضوع. يعني أنت أمين عام أمم متحدة، المفروض أنت مو مطرب ياهو اللي يجي ياخذ وياك صورة، أنت المفروض وراها الصورة يقول إخوان خلصت صورة يلا صعدوا بالبدي. وبذكر البدي، نلاحظ هذا الأسبوع أيضا أكو أجواء إيجابية بين البديز الأمريكان والمقاومة، ودا لاحظ شغلة وهي أن العراقيين دا يزفون المقاومة هذا الأسبوع، فحتى ما نغص عليهم أجواء الزفة خليهم يخلصون هالأسبوع ويخلصون مالاتهم، وأنا الأسبوع القادم راح أزف المقاومة ورا السبعة إن شاء الله إذا موتوا مرجوع. خليكم يا يعني. ها شغلة مهمة، قايمن حسين اللي بكركوك ما انطيتوه يا ليش؟ وين قايمن حسين؟ وين قايمن حسين؟ خليكم وياي. شكرا جزيلا، ونظل بالاجواء الايجابيه دعما لحمله مستر بي ام. اسمحوا لي شويه شغله شخصيه مرخصتكم. صديقي اسمه عدي تزوج، فاحب ابارك له، فاسمحوا لي باقل من ثانيه يعني كذا 15 ثانيه تقريبا واهدي له اهداء خاص. مبروك عدي حبيبي الزواج، تستاهل، وان شاء الله زواج فاتحه خير ورزق وسعاده ورزق وفير ومال كثير. الف الف مليار مبروك بالرفاه والماليه حبيبي، من هالمال ومنك ال يلا العيال. والحمد لله دق مطر الاسبوع الفات، تونست في المطار، سيس المي من جواكم، خابرتها قلت لها بردان تعيد فيني، خابرتي قلت لها ان شاء الله المطر الجاي يسوي، خابرت ابو الحوضيه يجي يسحب المي، خابرت ابو علي الشنقه قلت له ها غرقنا شو نسوي، تكهربن البزازين، شات كل ما تمطر بس ما بالشارع مياب بتي الخطيه خو خوش مطرت ما شاء الله، خو خوش زخ، خو صعد الخزين، خو كيف الوزير، هسه مطرت والشوارع غرقانه والجو مغيم مال تبسي باذنجان ولوبيا حمراء صراحه والله قمت منطق. ولكن باعتباري مبص الفرحات ويسموني بالمنطقه مبص الفرحات الاساسي، فأحب أنتقل وياكم للفيديو الرومانسي الجاي. أزمة جديدة تهدد العراقيين، وهذه المرة من خلال شح المياه. حذر تقرير لرويترز من أن الجفاف في العراق قد يهدد سكان الأهوار خلال السنوات المقبلة. توقعات وزارة الموارد المائية تشير إلى انخفاض مياه العراق بنسبة 30% خلال السنوات الثلاثة أو الثلاثة عشرة المقبلة. الأزمة الفعلية تبدأ من عام 2025. إن العلماء حذروا من أن العام 2025 ستبدأ الشح الفعلية في المياه وتنزل حصة المواطن الطبيعية. الجفاف يهدد مئات لا بل آلاف الكيلومترات من المساحات الزراعية. سيحرم الملايين مياه الشرب والري بحلول عام 2025. التوقعات هذه وردت ضمن تقرير مشترك لمنظمتي سوليداريتي الدولية وحماة نهر دجلة العراقية. حرب القادمة حرب المياه. المراقبين يرون أن ممر شط العرب المائي سيجف عاجلا أم آجلا نتيجة الجفاف اللي راح يمر على العراق. يعني لا تباوع المطر الجاي من الشباك، باوع النهر اللي راح يجف، فالجفاف جاي
والناس راح تموت عطش وزرع ماكو والعالم راح تهج. بس أنا هالمرة راح أسمع كلام البيئة من قال إنه الإعلام بس ركز على السلبيات، وحتى لا أصير سلبي ومبسط للفرحات فما راح أشي على الجفاف، ولا راح أشي عن إن العراق هو خامس أكثر بلدان العالم تضرر بظاهر التغيير المناخي، وهذا أسوأ جفاف يضرب العراق من 93 سنة، ما العلاقة. فراح أطلب من الغصون وبكل طاقة إيجابية أن تغير الموضوع وتختار لنا موضوع ما له علاقة بالمي وعلى ذوقها. غصون، هل لديك إيجابيات وفرحات ما نعم أن العراق ممتلئ فرحات لو بس فرحات ومسابقات. الله مسابقات، إيه أحب مسابقات. رجل خرج في المطر، رجل خرج في المطر أوكي، لم يرتدي قبعة أو مظلة ولم يتبلل، ليش؟ ليش يعني واثق بالوزارة وبالخزين المائي مال البلد؟ جواب علمي ضربته الرطوبة، صح لو مو صح؟ لا لازم مظلة بس ما تبلل، لا بس قمصر، لا 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 جواب خف اقرأ صحيح لأنه أصلع. نسمع تصفيق، يلا حماس خف اقرأ اي إجابة صحيحة. أنا هالمرة ولأول مرة بتاخذ كلش احترم الجمهور القاعد اليوم، ولا واحد منهم ضحك على هالنكتة السخيفة والله، فصفقة لكم والله العظيم. كل مرة تطلع أي سؤال بيكم يضحكون، بس هالمرة أنتم برافو. نرجع نكمل حلقة. قصدش السيد وزير الموارد المائية المحترم عون ذياب؟ غصونة غصونة عيني، ما أريد أحكي بالجفاف ولا بالمي إبليز. حسناً جاري البحث، ما هو الشيء الذي لا يتبلل حتى إذا دخل إلى عمق الماء؟ السيد وزير الموارد المائية المحترم عون ذياب أقرأ وما يتبلل بالمطر، فيدخل لعمق الماء ويطلع ما متبلل. وزير المي بعد شو قناة الولاء، شو قناة الولاء، قناة فضائية لو قناة مائية، هذول مقرهم بالبزل مال يوسفية. شو كل الأسئلة على المي، بسامير لابو تراب التميمي، شنو أنت ما تغسل والموظفين ضاجين من عندك؟ لو ناشف المي مزرعتك الصايرة على شط العرب وقاعد تنغز بالحكومة. شنو الجواب؟ ما فهمت، شنو الشيء اللي ما يتبلل إذا دخل لعمق المي؟ شو أحس هذا واحد من أسئلة حسن صجمة؟ لا حد ينطي إجابة. شنو شنو؟ ما هو الشيء، طبعاً أنت خطأ. ها أوكي. ما هو الشيء الذي لا يتبلل حتى إذا دخل إلى عمق الماء؟ الضوء. الضوء إجابة صحيحة لنادي. يعني مو السيد وزير الموارد المائية عون ذياب المحترم؟ ليش إيش عجب مو الوزير المحترم؟ معقول الضوء؟ أنا هاي هالحزورات ما عجبتني، برامج أبو تراب ما أحبها أنا غصون. حسناً خذ هذه. أكو شيء من تسبح بي ما تتنقع وتقوم تحك، شنو هو؟ أحد من جهالي سبح ظل يحك، هذا أبو علي 24 ساعة ظل يحك جسمه كله، يعني ليش هيك كل ما يفكر بنفسه؟ شيء تسبح بي وتقوم تحك، ما سي أويل، أسيتون مال أظافر، هيدروليك مال جير، مي الإسالة بالحسينية. جواب صحيح. شنو جواب صحيح؟ هاي منهن؟ مي الإسالة بالحسينية. والباقيات أمان يعني؟ سي أويل عادي يعني؟ هو نفس الشيء، مي الإسالة بالحسينية والسي أويل. في أحد أزقة قضاء الحسينية شمالي بغداد تتسابق مياه الصرف الصحي والنفط الخام للوصول إلى خزانات الأهالي مع مياه الشرب. المياه السوداء أو الذهبية كما أصبح يطلق عليها حرمت الناس الشرب والاستحمام وتسببت بمرضهم أكسبتهم صيتها الغني. طلع أن نفط أسود ونفط خام مجرب، وجوا فحصوا، أجت المهندسة مهندسة النفط أجت فحصته قالت نفط خام ممنوع تورثون جقارة، إذا قلوب مشتعل هنا لازم يطفى، إذا كان يبي لماض يطفى. من الإيجابيات والأشياء الزينة بصراحة، هم مو أول ما جوي قالوا راح نمطي حصة المواطن من النفط بدأوا بالحسينية باعتبارها منطقة نموذجية، فبدأوا يستون شبكة النفط الوطنية الواصلة للمنازل والبيوت. عاد هم يوصلوا لك نفط أسود خام، أنت عاد أخي المواطن كرره، اتفق ويا شركة شل، انطي الكردستان، صدر، ضم، هرب، ظلت يمك بعد كل شيء سوي بهذا النفط، بس لا تسبح بي. انتوا جيتوا راس الزبعت اصبروا استثمروا، والله قمنا الحك عاد يا اخوي، عندك نفط وتحك لو فقير وبيك ريحته باط يا احسن. لا
مستر بي ام انا حاولت انظر للموضوع الايجابي الله يشهد وشفت شلون حاولت بس انا اسف مضطر شو اسوي ابص الفرحات اذا ابقى على هاي البرامج راح ابص المرسلات ترى فاخوان انا حاولت وفشلت من رخصه رئيس الوزراء راح نسولف بالسلبيات فر الاستير الغصون وخلي نشوف الاجراءات الحكوميه لمواجهه الجفاف الجاي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية في ظل الشحة المائية الحالية أكد السوداني أن شح المياه أزمة عالمية لا تقتصر على العراق فقط لكنها تحتاج إلى جملة من المعالجات من بينها اللجوء إلى تقنية معالجة المياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري يعني لا مي شرب ولا شرب بلد ناشف بلد سادة ولو مو بس على العراق السودان يقول أزمة عالمية مستر بي ام احنا مو قلنا ننشر إيجابية شو انت قمت تمارس دور سلبي بالإعلام مستر بي ام بس بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بالري ما تشوفه شوية متأخر ودعتك خوي 20 سنة تشبعنا أمونيا ويوريا انه بخاف تعالجون نقوم نحك مي نظيفة ودوني البس لأم الكبر والغزلان هي صح اسمها غزلان بس يعني حتى ابن المدينة يخاف يطبلها بالمناسبة إذا بما أنه راح تصير أزمة عالمية والكوكب راح ينشف من المي فيراد لنا كوكب جديد ننقله للبشرية وخصوصا اللي أسسوا أول حضارة بالعالم باعتبارهم خبرة بتأسيس الحضارات غصون شوفي لي وين أكو أقرب كوكب ناقع فعلا لقد تم اكتشاف كوكب جديد فيه آثار ماء واسمه TOI TBI؟ أنا أغرام أبوي فتحوا فرع هناك مو طلعوا سالم الشلبي وجابوا بلال حمداني اوقف سيدي معود دقيقة بعد ما دقيقة لا اوقف شكو شكو هناك هم اكو فلوس المرة تحولون مو اكو منصة ما تحول هذا الفضائيين اللي حكي عليهم حيدر العبادي طلعوا بالتي بي اي اسبوع تلقى الحكومة كلها هناك بالتي بي اي عاد هادي ايش قد عنده فضائيين رجاء انتظر ليس تي بي اي العراقي الكوكب اسمه تي او اي 700 اي احتمال غيروا اسمه مو جديد علينا سموه بنك الهدى من نزلوا عليه عقوبات غيروا اسمه وسووه بنك المو هدى ما ادري شو اسمه اذا انا اكتشفت الحل اخوان شباب احنا ندز واحد ضد الماي وهو ابو الماي بالعراق كله السيد وزير الموارد المائيه المحترم عون ذياب ندز هناك لهذا الكوكب يصير لنا هناك واتر بام ويصعد لنا مي من هناك لهنا وعليه كل التوفيق برحلتك سيد الوزير شباب انا عندي الفيديو الحصري للحظة انطلاق موكب الوزير نحو كوكب التي بي اي تي او اي 700 اي العفو عيني اسف تي او اي سيادة الوزير ليش ما تجي وياي وهذا الفيديو بيني وبينكم رجاء لا تشوفوا لاحد استعدوا للانطلاق ازمة المصادر المائية العراقية سيحرم الملايين مياه الشرب والري الجفاف في العراق قد يهدد سكان الأهوار خلال السنوات المقبلة هذه السنة سنة مائية احتمال تكون ضعيفة أو جافة أنا خططت صح بس للأسف ما أتيحت لي الفرصة سدود خزنية ماكو إذا ماكو مي أنا شو أسوي بيها العراق واجه تحديات على مستوى المناخ وارتفاع نسبة التصحر وشحة الأمطار والذي أثر بشكل كبير على الحياة في البلد السوداني يطلق تم أطلاق إطلاقات إطلاقات أطلق إطلاق الواحد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني المياه ما تطلع تجي من الأمطار طريقة إدارتها هي هاي مسؤوليتي أنا المحلي هذا الموضوع وأفتخر بهذا الموقف أنا عندي رغبة أن أوصل المي من المصدر إلى جذر النبتة احنا وياك سيد الوزير قلوبنا معك دعواتنا وامالنا وجلكاناتنا وتانكياتنا واسفنجاتنا اسفنجاتنا شو نسوي بيها السودان يقول ازمه عالميه واصله مرحله نخزن مي بالاسفنجه تحترق ابو الاستاذ الله يبارك فيك تحترق بارك الله فيك
أبو سعيد علي من الحبيب علي من أبو سعيد. يا وحدي وحدي هنا بهذا الفضاء وحدي هنا وقرر يجي على غصون. حركي السفينة شوية هذا السيد الوزير حركي. الله وياك حبيبي. بس ما شاء الله وصل بسرعة. هسه العراق يحتاج 30 مليار متر مكعب من المي بالسنة، عندنا 8 مليار اصلا هسه. قول هذا المطر اللي اجى هسه وقاعد يمطر عليكم وقاعد تفرجوني هسه فد مليارين متر مكعب. قول الوزير راح يجيب وياه تنكر ابو 10 مليار بس كون ما يخرب الدرب. قول نتفق كشعب ما نسبح فد شهر ونتحمل الاضرار الجانبية. كذبة نتحمل. يعني خلينا نحاول نحك روحنا بالحياطين هالفترة. قول نلحس برواحتنا مثل البزازين. صار عندنا 20 مليار متر مكعب، يراد لنا 10 مليار حتى نمشي وضعنا. دقيقة دقيقة، احنا عندنا مي جوا القاع، شلون نجيب منه؟ نقترح موضوع حفر الآبار الارتوازية للاستفادة من المياه الجوفية على الحدود التركية والإيرانية والسورية بالقرب من مصباب الأنهر الرئيسية بعدد 5000 بئر رغم الكلفة، لكننا بحاجة ماسة إلى المياه. حلو، أنا أيد مقترح الخالة أنه نجيب آبار ارتوازية ونشطر على تانكيات الدول المجاورة ونوصله للمصباب. هسه هواي بيكم ما افتهم شنو يعني مصباب. شوف حبي، احنا مو راح نشطل على الدول، فمصباب هو يعني نمص المي من جوا الباب ما الدول. لهذا قلت لكم نضم سفنجاتنا حتى المتسرسح من جوا الباب نلمه ونضمه بسطولة، كل قطرة تغير واقع. زين سيدي، باعتبار احنا جاي نمص من جوا الباب ما الدول المجاورة، هذا مو بوق حلال وحرام؟ هذا المي صار لنا شهر ما سامحين علي وظهورنا زلغت من تحكك بالنثر. قل لي حلال لو حرام بعدين انتو بعود يا اخي. زين الآلية شلون ست النائبة؟ يعني تدرين هذا مي هواية كلش، شلون راح نجيبه بالمصباب؟ نقاومنا داعش، كذلك نقاوم قضية شحة المياه باعتبارنا نعاني شحة مياه غير مسبوقة. خل نعتبرها حرب ونخوض حرب بهذا المجال. بحر المياه الجوفية مشترك بين الجارة إيران وبين الجارة تركيا وبين الجارة سوريا، فهذا راح يحرج الدول، فتضطر تنطينا قبل لا نفجر ونسحب الخزينة الاستراتيجي اللي إلها. هنا راح نضغط بأما تنطونا حصتنا وأما نتجه بهذا الخيار، وشكرا. يا قاع انفجري وسيسيني. مع التحيات للجيلات صوت الفن الشعب سوق شلال مقابل فلافل اللي قوي. ماخذك دعاية هذول؟ ماخذين سبونسر حلقة شنو هذول؟ سيد الوزير بس ما قلت انا الشعر حتى تقول مع تحيات، يعني حتى نزلت كاسيتات بعد. هاي طلع الحل جو رجلينا واحنا ما منتبهين. لا عد زين المقرود للتي في اي، ما حكيتي قبل التسخر الجانبية المسكين. علي الحق بسرعه صحي الوزير، خلي يرجع بسرعه العراق يفجر القاع. سيد الوزير سيد أركب. الوزير سيد ابو المي ارجع لقال المصباب. رجع الوزير ان شاء الله يوصل بالسلامه للارض ان شاء الله. سريع كلش الوزير ما شاء الله. ست النائب هسه بمباتنا بلامنا والحشد الماي جاهزين وراح نفجر ارضيه الدول ونغرق لهنا. بس الله يستر من الرطوبة راح تضرب ببتل البلد. بس راح يروح المي من جوا القاع ويصير عندنا خسف بتركيا وإيران وسوريا وإحنا فايضين، فراح يصير عندهم راجع، فراح يرجع لهم المي مرتلخ وهم راح يقتلنا الوسخ ونحك بالنثر مرتلخ. علي الحق على الوزير قول له خليه يرجع الكوكب. اركب اركب سيد الوزير سيد الوزير اركب سيد ابو المي ارجع 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 للمصباب. يلا ذهب هذا الإنسان والله العظيم ما شاء الله، يعني على الجدحة صلوات على محمد. زين حل عبقري، بس أنا آسف ستي راد لنا حلول أخرى ما راح نقدر ناخذها. ما حد يحلها غير الرئيس الحقيقي مال الشرعي العراق إبراهيم العيساوي، متفقين هو هذا الرئيس الحقيقي مستر بريزيدنت. شو راح نسوي بهالمصيبة؟ أنشأنا نهر ثالث للعراق مصبه من الجنوب إلى المنطقة الغربية، وكيفية صعود المياه من أسفل إلى أعلى بدون طاقة كهربائية، علما عند أرض النهر هذا 50 متر أحد روافده 90 كيلو، فهذا النهر
في برنامجي وفي استلامي إن شاء الله سأقوم بإنشائه. والله يا أخويا أنا لو بيدي ليغذي 30 مليون ويصدر مال 30 مليون كل هذا الخير وأنا مسؤول عن كلامي. هيك هيك هاي نزمة من حلقة من حلقة وش الحلقة. الله الله ثلاث أنهار ونصير صدق بلد أبو النهورة. أستاذ إبراهيم إحنا متفقين أنت البريزيدنت مال العراق فلما تصير أزمة نجي عليك مباشرة وأنت ما شاء الله دائما تخلي إيدك على الجرح أو على الدنبلة. لذلك النهر الجديد اللي تريد تسويه من الجنوب للغربية راح نسميه تيمنا بالدنبلة اللي أنت حطيت أصبعك عليها باعتبارك حكاك الدنابل المنفرد بالعراق. إخوان ألف مبروك عليكم افتتاح الدنبلة ريفر صفقة للدنبلة ريفر. بس عندنا الفرات ودجلة والدنبلة. ألف مبروك للشعراء إجاكم نهر جديد تقدرون تتغزلون بالحبيب على شواطئه وعلى شواطئ دنبلة حك يا برياب. مع تحيات تسجيلات صوت الفن الشعب سوق شلال مقابل فلافل الأخوين. أنت دافع لك فلوس تسجيلات صوت الفن؟ نهر جاي بالتراث بالأغاني بالأشعار بالذكريات جاهز بس شيلوا بطالتكم وروحوا سكروا وزعوا يمه واراضي وزوعوا بي يلا. ورجاء لا تجيبون لهذا النهر مبدئيا ثلاث شغلات لا نوارس ولا ابراهيم الشبالي. لا لا بقوا حرمس عادي ماكو مشكله. مظهرها لطيف الا انها في الحقيقه تهدد نهرا باكمله. انها زهره النيل التي دخلت العراق قبل 20 عاما وتعود اصولها الى امريكا الجنوبيه. زهره النيل نبته تسر الناظرين وتزين ضفاف نهر الفرات في العراق. لكن بطول جذورها الغارقه عميقا في نهر الفرات تهدد زهره النيل العراق ويمكنها ان تجفف موارد المياه. فحسب المفوضيه الاوروبيه ادرجت اوراقها قبل 4 سنوات على انها نبات تجب السيطرة عليها. نظرا لخطورتها الكبيرة وسلبياتها المتعددة تعتبر عشب زهرة النيل من الآفات الزراعية الخطيرة التي تهدد البيئة حيث أن الزهرة الواحدة تستهلك من 3 إلى 5 لتر ماء يوميا. خمسة يمه يمه 5 لترات باليوم. برازيلي حامية ضربة فلس النوب دخلت لنا قبل 20 سنة وجاية من أمريكا الجنوبية محترف إكوادوري. جت ويا عادل عبد المهدي من كان محترف بالبيرو وجابها وجوه من دخله ويا الامريكان. 5 لترات من الصين. هاي زهره النيل مثل القواعد الامريكيه لا كري يفيد بيها لا كاتيوشا. نظموا عملها نكيف وضعها من زهره مصاصه الى زهره استشاريه. وظيفتها شفط وتبريد وندز اقوى مفوض بالعراق اللي هو المالكي بحسب شهاده الروس يتفاوض وياهم على اطار استراتيجي ينظم العلاقه الزهره ودنبليه. شوف عيننا بتتنا باعي خلنا نتفق وياك قلش لترتين ونص ولترتين إلنا والنص لترة نحطها بصندوق الأزهار هو نفسه صندوق الأعمار وعاد نحط عليه محمد هاشم هو أمين الرجال بصراحة يعني بالأمانة نيلي. والمناطق المزهرة بزهرة النيل نشمنها بقانون البترو أزهار. عيني مزوز دزينا كوتيشن وداري عمامش ترى ذبحنا المشق من الجفاف النثر خلص من الحك الله وكيلك. خلاص شباب الموضوع بدأ ينحل هذا هو. فجرنا المصباب حفرنا دنبلة ريفر وزارة النيل سوينا وياها طار استراتيجي. رجع الوزير بسرعة واخذ من عنده باقي فلوس الإفادة. اركب نداء للسيد الوزير سيد عون الدياب المحترم فرها وارجع فرها وارجع. لا ده شيء درفتات هذا ضيع البنزين مال الإفادة كله. ارجع رجاء خطف منا ومنا ومنا ومناك يعني رجاء هذا وخلص قول رجاء. غصون السيد الوزير وصل للأرض؟ نعم وقد عاد لممارسة عمله بالوزارة. ما شاء الله سوى كل سريع الوزير والله العظيم. معالي الوزير قبل لا أختم أريد أسأل حضرتك سؤالي ضوجك باعتباري مبص الفرحات إيش كم مرة لازم نسبح باليوم؟ وعينا وثقافتنا إزاء استخدام المياه ما تزال متخلفة. وأنا أتفق معك يعني يسبح 4 مرات مبالغ لا هو مبالغ به. أكو حالات أنا أكثرين يعني هو ينتعش بالسباحة أنا لا أكون مفروض مسابح يروح يسبح صحيح. فيها مع الوزير قبل لا أختم نعم أرد أسأل حضرتك سؤال. المواطن العراقي اليوم
يصبح خمس مرات بعده إلى الآن. هو بالأساس يقدر يصبح خمس مرات. أنت ليش صرتي هذا الموضوع؟ أود أعرف حضرتك حتى نعرف المشكلة. حضرتك صرت وزير أقدر أحكي أكثر بحرية. نفس رأيك؟ لا، رأيي هو التالي. شوف سيدتي، أنا كنت بالصيف الماضي في بريطانيا. بريطانيا بلد رطب، لكن صار عندهم سنة جفاف. البرلمان البريطاني قاعد شهر كامل يدرس قانون سموه ووتر هوز بان، بالإنجليزي ووتر هوز صوندة بان، ممنوع. ممنوع استخدام الصوندة، وحتى حصة الفرد للسباحة حددوها. هو صحيح، بس لا، احنا ما نقلد البريطانيين، شو ما عندنا شخصية. هذول دول استعمارية، احنا نسوي هوز بان لأنه ووتر ما عندنا. اللي يلقون ببيته صوندة يشغلون مصاص من المصباب. اما بالنسبه للسباحه، احنا نريد والله نروح للمسابح، بس الانوار الثانيه ما تقبل، يقولوا مؤامره امريكيه وملابس داخليه، وعذرا على هاي المفردات والمصطلحات. غير هاي الامور سياده الوزير، اكو شيء لاخ تعتقد يحل القضيه؟ من الله سبحانه وتعالى يرزقنا فيضان عارم، انا اتمنى. انا دائما اذكر انه احنا ننتظر رحمه السماء. مو يا مشكله، رحمه السماء قاعد تجي بس دا تروح، لانه ما حد يخزنها. اذا اريد رحمه السماء لازم قبلها ناخذ حصصنا المائيه من دول المنبع، بعد ان نضغط عليهم باستخدام ادوات سياسيه واقتصاديه يمتلكها العراق. لازم نسيطر على مياه الامطار ونحفظها بانشاء السدود والخزانات، لان ما معقول العراق اللي بنى 9 سدود خلال فتره حرب الخليج والحصار صار له 20 سنه ما يقدر يبني سد واحد. إذا أريد رحمة الله لازم نحاسب المتنفذين اللي يحولون مياه الأنهار إلى حقول تربية السمك الغير مرخصة مالتهم، ويخلون العراق يواجه العطش. إذا أريد رحمة الله وتوفيقه لازم نسيطر على استنزاف المياه الجوفية بحفر آبار بلا تنظيم، ونوعي الناس لأهمية وترشيد استهلاك المياه، ونمد شبكات مياه حديثة بلا تسريب وتجاوزات، ونبني منظومات تنقية ومعالجة المياه الثقيلة، ونوقف الاستغلال السياسي للمزارعين والفلاحين وابتزازهم بالمي مقابل ننتظر من عندهم أصوات انتخابية. القضية أكبر من أن تكون قضية وزارة الموارد المائية فقط، القضية كبيرة كلش، ومستقبلاً راح تكون أكثر قضية تهدد حياة العراقيين. حتى لو تشوف مطر اليوم، بعد شهرين راح تموت عطش. السلطات العراقية كلها مسؤولة، مو بس السلطة التنفيذية. المسؤول الأول هي السلطة التنفيذية طبعاً، ورئيس هذه السلطة هو الشخص اللي لازم يبدي بالخطوة الأولى باتجاه حل أزمة الجفاف. إذا كان يريدنا نشوف الجانب الإيجابي، لأن إذا احنا دا ننتظر رحمة السماء، فحتى سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبدي وأنا عينك. بس أنا ما راح أنتظر، أنا راح أحاول قدر الإمكان أجيب لكم حلول من غير دول حتى تخلصنا من الجفاف. الهند بلد العجائب والغرائب، تؤمن بمعتقدات لا يؤمن بها غيرها، وكل معتقد لديهم له طقوس معينة. من أغرب الطقوس الهندية لجوء النساء إلى تزويج الضفادع اعتقادا منهن بأنها وسيلة ناجحة لجلب المطر في فترات الجفاف. أقدم لكم دعفس وبهيجة. يلا حبيبي دعفس، شوية شدنا حيلك. أنتم عاوزين حنان وإحنا عاوزين مطر، حنانكم على مطرنا تنحل مشاكلنا. طفي الضوء. يلا حبيبي يلا. راح اندار واسوي نفسي ما دا اشوف، انتوا اخذوا راحتكم عادي، لا تستحون، اعتبروا نفسكم اعتبروا هذا الحوض سويت فندق بابل. يلا 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 اجيب لكم شوكليت زين، اصب لكم واين. علي علي تعال دار الكبرات الجده، تعال يلا تعال. مساء الخير، احلى تحيه للعرسان. اوقف قبل لا اروح، دعفس وبهيجة اريد من عندكم شيء. جبت لك بعض الاشياء دعفس، جرجير اخليك هنا، انا هذا هنا موجود، عسل ملكي اصلي ما مشكر ودعتك، ورد لزوم الرومانسية، دود على ذوقك. نريدها رطوبة. ملعون. أربعة راح أخلي لي أربعة. يلا حبيبي دعفس يلا، أريدك تفطر الحوض دعفس. يلا حبيبي يلا، علي نعوفهم شوية يختارون بروحهم. دعفس حبيبي أريدك تركض لي أهل الحوضيات دعفس.
دعفس ابويا غرق لي العاصمه. دعفس دعفس اريدها رعيد دعفس ارعدها اريد حالوب دعفس. احنا بشاربك دعفس احنا بشاربك دعفس دعفس احنا بشاربك. سيدي لا تضغط عليه خطيه لا تضغط عليه بالجزاءات سيدي. ما اريد اضغط عليك ما راح احملك اكثر من طاقتك بس مطلوب من عندك نتائج دعفس. مطلوب غرقها دعفس. احنا بشاربك دعفس احنا بشاربك دعفس. رقصينا بهيجه رقصينا عين عود مو لين اول مره هاي وتستحين هوي هوي لعبي بالاقلوغه لعبي بالاقلوغه حركاتكم يعني بعد الليله سهرتكم راح نعوف كل شيء. يلا حبيبي نعوف السفينه ونروح. يلا احنا بشاربك دعفس احنا بشاربك دعفس احنا بشاربك دعفس. ها 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 بلشت التسجيل؟ اوكي. هوايه سامعين اكو تجاوزات بالعراق، اكو بيوت تجاوز، اكو محلات وبسطيات تجاوز، بس انت سامع بحيرات تجاوز؟ من اقول لك بحيرات مو يعني نقروا بها مي، لا بحيرات تصل مساحتها 700 دونم. اليوم راح احكي عن بحيرات الاسماك التجاوز اللي ممكن تعيش بيها حيتان. هاي البحيرات غيرت شكل توزيع الثروه المائيه بالعراق وغيرت شكل خريطه العراق، وطلع عندنا اهوار جديده بالبصره مثل ما راح نشوف. تركب لك طيارة هليكوبتر وخذ لك جولة على أطراف بغداد وتشوف البحيرات الأسماك هذه المسطحات المائية الواسعة مثل ما تفضل المستر بي أم. وهي على مستوى محافظة بغداد فقط. قصة بحيرات الأسماك مو جديدة وتسببت معارك وصراع للسيطرة على هاي البحيرات لأنها تعتبر واحدة من مصادر تمويل الجماعات المسلحة من أيام تنظيم القاعدة وداعش إلى الميليشيات. وأكو مواطنين عاديين وعوائل وأحزاب ومؤسسات دينية أيضاً متورطة بالموضوع. بسنة 2018 ديوان الرقابة المالية نشر تقرير عن سياسة وزارة الموارد المائية بمشاريع إنشاء السدود والخزانات المائية. طبعاً التقرير يحكي عن بحيرات الأسماك غير المجهزة. التقرير يقول خلال 4 سنوات من 2014 إلى 2017 يعني 4 سنوات 3 سنوات وشوية 4 سنوات أكو بالعراق 1970 بحيرة غير مجهزة وهاي الأعداد تضاعفت بال5 سنوات الأخيرة. وهالشيء أكده وزير الموارد المائية عون ذياب. هناك مئات الآلاف أو لربما أكثر من الأحواض الغير مجازة. كل واحد يجي وينشئ هذا الحوض يخلي الإصبعيات ويأخذ المي. هذا الحديث ما راح يعجب كثيرين من مربي الأسماك لكن أنا هذا أقولها بصراحة هذا نوع من عدم العدل. أنت من تأخذ المي تأخذ حق الآخرين. غير البحيرات عندنا 677 حوض منصوبة بالأنهار وهذا الفرق بين البحيرة والحوض. البحيرة تفتح لها مجرى مائي من النهر وتغذيها منه أما الحوض هو قفص ينصب على النهر نفسه وتسبب اختناقات بمجرى الأنهار وتغير بتراكيب المي نفسه وحتى مستوى الأكسجين بالمي ينزل. ممكن هالشي يسبب أمراض بكتيرية وفطرية مثل ما صار ب 2018 لما انتشر مرض تعفن الغلاصم وسبب أزمة اقتصادية بالبلد وتكرار الموضوع بالسنتين الفاتت. وحاليا مئات الالاف من الاحواض بحسب الوزير موجوده بالعراق. هاي عود الاحواض اللي هي قفص تحطها بالمي. بس خلي احكي لكم عن المصيبه الكبيره وهي البحيرات. ايش قد البحيرات تقدير اريد عدد الباء مجازه؟ والله تتجاوز ال 2000 او اكثر 2500 بحيره غير مجازه. تدري هذه احنا في دراسه استراتيجيه حددنا الكميه اللي تستخدم لتربيه الاسماك بالاحواض 330 مليون متر مكعب سنويا. حالياً لربما نوصل إلى 2 مليار. يعني شوف تجاوز. نعم 330 مليون متر مكعب من المي لتربية الأسماك. ما أسماك العراق تشغل مبردات جوا المي لو تغسل سياراتها. 330 مليون متر مكعب بس للسمك والبشر كاتلها العطش وتلزم سرعة على مود تترس مي وتزقي زرعاتها. هو من حيث كونه تجاوز فتجاوز بصراحة. بس خليني أصحح لك معلومة سيادة الوزير لأن الرقم مو 2 مليار متر مكعب مثل ما قلت. لا الرقم الحقيقي الخسائر السنوية بسبب بحيرات التجاوز هو 2.8 مليار متر مكعب وهذا العدد بسنة 2017 بقد القدرة الاستيعابية لسدر بندخان. هاي السنة إن شاء الله بجهود بحيرات البصرة اللي سيطر عليها جهات متنفذة يراد لك سدود العراق وبلدان الجوار همات.
اللي اكتشفناه البارحة ويا مسؤول شعبة الزراعة ومسؤول شعبة الموارد المائية وأنا إثناء رفع تجاوزات بمنطقة معينة إنه بحثوا بالمنطقة كل أريد بس أوضح شغلة إنه هاي منطقة عسكرية ومناطق بيها النفط بيها وحدات سيطرة مو بسهولة دخول إلها. وأعتقد أنتوا هاليوم لاحظتوا هذا الموضوع حتى الجهة الرسمية إنه ما تقدر تدخل لهاي المناطق. تحية لكل موظفة شجاعة وموظف بعدها مؤمن بالمؤسسات والقانون، بس أكو جزء كبير من هاي البحيرات بمناطق عسكرية وفعليا ما حد يقدر يفوت لها حتى الجهات الرسمية. بحسب ديوان الرقابة المالية مثلا أكو 33 بحيرة أسماك غير مجازة بمناطق عسكرية بالأنبار وما حد يعرف شقد مساحاتها. الغربية صارت الليمية عندهم بالسمك. وأكو بحيرات بجرف الصخر الحكومة بكل مؤسساتها ما فيها الأمنية ما تعرف عنها شيء، وهاي حتى ناشطين مربين بها مو بس أسماك، خول بصرة ناقلين الأهوار مسويها بحيرات. ما بقى بس تجي اليونسكو وتحطها على أحد التراث العالمي. عمي هاي م... يعني توصل لتغيير التراث العالمي يعني إيش هاي ما شايف. أنت كابن البصرة هاليوم شوف هذه أهوار تشبايش ناشفة، لمدينة ناشفة، البحيرات اجينا لقينا أهوار ثانية هنا على مود بحيرات أسماك. اكتشفنا هاي البحيرات حقيقة، وهاي البحيرات هسه اللي نشوفها هاي البحيرة تقريبا 400 دونم. وهذا تقريبا 50 هاي منها المغذيات مالت اللبصفن، وعندنا واحدة منها 17 دونم، وبعد عندنا 75 دونم ذيك بيها ما يجزي حقيقة الظاهر تو يعني بادي الإملاء بيها. احنا حاليا أخذنا نقاط يعني حتى نحسب المساحة الكلية، لكن بما يقارب ظهر عندنا 600 دونم. الرقم قال لي إذا توصلين هاليوم البحيرات الأسماك هسه اعتبري أنت ومهندسة سالي بيوتكم متفجرة. موضوع ثقيل، سمك بيش وش قلت ربي سمك. الاعتداء على موظفين وزارة الموارد المائية شفناه أكثر من مرة وعلني وبدون خوف ومختلف أنواع الأسلحة لمجرد أنه كانوا ليؤدون واجبهم الوظيفي، والتهديدات اللي نسمعها ضد المهندسة أبرار والمهندسة سالي بتفجير بيوتهم هي تهديدات حقيقية ممكن أن تصير ويفجروهن، بس مو غريبة عليهم. العراق يوميا يفاجئك يوميا اللي ينقل التراث العالمي حتى يسوي بحيرات أسماك غير مجازة طبعا يهدد موظفة، وأكيد مو مال تقعد تشرح للضرر البيئي المترتب على افعاله وهو دي يفجر بيتك. تحويل كل دونم زراعي الى بحيرات اسماك يسبب جفاف 4 دونم زراعيه، وكميه المي المصروفه لكل دونم بحيرات اسماك تعادل كميه المي اللي يحتاجها 100 دونم زراعي، وكلفه اصلاح الدونم الواحد ما تقل عن 1500 دولار، هاي اذا المي متوفر. عدا انه الهجرات الجماعيه للقرى اللي حاليا دا تخسر اراضيها الزراعيه، ووصلنا لرقم 27 مليون دونم متصحر بحسب وزارة الصحة، بينما خسر العراق 60% من موارد المائية العام الماضي بسبب سوء إدارة هاي الموارد. فإحنا بشاربك دأفس. خليكم يعني مو انت تلح بال هلا 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 فانا راح الح بال هاي هلا 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 معود هلا 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 يا هلا 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 يا هلا ايش كم هلا 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 قلتوا بهاي الاغنيه ما حاسب كل مين انا حاسبهم ايش قد كل مقطع 49 هلا 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 شغلها بالله شغلها اسمع اسمع هلا 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 يعني لا بس حلو هي الأغنية تقريبا هي رقم واحد اللي صعدت بال الحمد لله بالخليجي 25 شلونك حبيبي بسام حبيبي حمودي شنو رأيك بالسفينة الأجواء جنة امدحني عادي أنت سويت أغنية واشتغلت وراها هواية وورا فترة هالأغنية طقت وطققتك وياها شنو هي الأغنية هاي أغنية وين وين محبتك لي وخوفك علي وغرامك أنا نزلت هالأغنية بكورونا أي. أو لا العفو مو كورونا قبل كورونا كانت المظاهرات أي. بالعراق أي. الدنيا محترقة والمظاهرات وما أدري شنو أنا نزلت هالأغنية رومانسية فبوقتها مو صحيح
صعدت للمليون ووقفت بنشرت. بس الأغنية يعني أنا مؤمن بيها والأغنية حلوة والأغنية يعني رائعة، فنزلت وراها أغنية حاليا أحتاجك. حاليا أحتاجك ضربت ولعت ولعت. فوراها ولعت وين؟ ورا حاليا أحتاجك. ورا حاليا أحتاجك. ورا حاليا أحتاجك. فهي عن طريق حاليا أحتاجك هي الأغنية. واحدة شالت واحدة. واحدة شالت الأخرى. غنينا شوية منها. يلا. مايك. وين محبتك لي وخافك علي وغرامك؟ وين حبيبي اللي عشقته تراني افتقدت اهتمامك؟ وين وعودك وصبرك اذا ناسى ذكرك كلام؟ شنو جديدك؟ عندي كذا عمل يعني لنحضر اعمال انا وعلي صابر، ونقرر ان شاء الله بعد رمضان يا هي اللي تنزل. راح تنزل عمل عمل؟ اي اكيد. إيه. اوكي. فنصورها ان شاء الله برمضان، تنزل بعد رمضان علي. ها راح تصورها برمضان؟ اي راح اصورها وان شاء الله على العيد يكون العمل جاهز. كل التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. بسام شرفتني بالسفينه. الله يعزك. ونورتني وان شاء الله عجبتك الفره بالفضاء. تخبل. فراح ناخذك. ها كانت مطبات شويه يعني. اكو حزام لابسين الشباب بس انت ملابس حزام. مشكله ملابس، مو هالمشكله. فكانت كلش رحله موفقه انه جيت لنا وشرفتنا ونورتنا وكلش استمتعنا باللقاء. شكرا جزيلا بسام. مشاهدينا شكرا جزيلا، نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. November moon, paint the city sidewalks with a glow. Oh, November moon, lovers under skies of indigo. And tomorrow. محلى اليوم هالمعرس احنا بشاربك دحمس. ريد الوقفة ويانا مطرة وحدة وانسانة. ريد الوقفة ويانا مطرة وحدة وانسانة. احنا بشاربك دحمس بالكل غام بينا يحس. احنا بشاربك دحمس بالكل غام بينا يحس. محلى اليوم هالمعرس احنا بشاربك دحمس. ريد الوقفة ويانا